والله الحمد لله وصلنا طيب يقول لي اشغل الله وقت أقول اللي هو نفس الوقت نتاع تونس دونك خرجنا مع ماضي ساعة من مطار مستير الطائرة خرجت وصلنا تو الحمد لله ظروف طيبة الطائرة والطاقم العسكري اللي كان معنا قاموا بالواجب أكثر من الواجب الكل يدوري وصلت في أحسن ظروف تويكا فما أمور إدارية نتاع التأشيرة والفيزا بعد إن شاء الله نكونوا في الوزن الأربعة ونص تاع العشية عندنا حصة تمرينية أولى بذكرى ساج الولاد باش نحيو التعب وغدوة عندنا حصة تدريبية في ملعب المباراة إن شاء الله نهار الصبح نلعبوا ماتشنا وإن شاء الله ربي يوفقنا ونروحوا ديريكت بعد الماتش نروحوا لتونس ملاحظات الأحزاب اللي تقصفوا برشا لنا ديجا هذه هي لا بروميير كونستاتاسيون كانت وإن شاء الله ظروف الكل تكون طيبة باش المقابلة تعدى في الصباح.